ده باشمهندس. بسم الله الرحمن الرحيم، هناخد الليبلنج لاي سيركت دياجرام. ازاي نعمل ليبلنج؟ ترقيم ليبلنج. يعني ايه الكلام ده؟ زائد دي 4، في 4 في السيستم بتاع بيتك، في الاكسل بيتك. اي دايره لو جات لك ازاي تعمل لها ليبلنج؟ اولا لازم تعرف ان في اصطلاحات احنا كمهندسين او كناس علماء في الكهرباء وكده مصطلحين عليها ازاي. يعني مثلا كلمه كباستور، لما بيجي يكتبها على الدايره بيكتب ايه؟ بيكتب كباستور كامله، لا بيكتب حرف السي، بياخد السي. طب لو في اكتر من كباستور يبقى سي 1 سي 2 سي 3 وهكذا. طب لو في اندكتور بياخد حرف الايه؟ ال 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 1 ال 2 ال 3. طيب لو في ريزيستور ياخد حرف الار، ار 1 ار 2 ار 3. طيب لو في بطاريه على حسب بقى، في ناس بتكتب اي اي 1 اي 2 اي 3، في ناس بتكتب بي اي 1 اي 2 بي 3، في ناس بتكتب اي، يعني في ناس بتكتب في في 1 في 2 في 3. كل ده صح، ده شغال ده شغال ده شغال وهكذا. طب لو قابلنا اي سي، اي سي بكتب ايه؟ اي سي 1 اي سي 2، ولو عارف اسمه بكتبه، يعني لو عارف اسمه بكتب اسمه عليه. 3 خمسات اي سي، خلاص 7 8 5 7 8 0 5 بس وهكذا. تعالوا ناخد مثال، نرسم دايرة ما عليهاش أي لوبلينج واحنا نعمل لها الإيه؟ الترقيم. أولا لازم أبدأ من الشمال لليمين، الشمال لليمين، من فوق لتحت. يبقى أبدأ من الشمال لليمين ومن فوق لإيه؟ لتحت. في موضوع الترقيم دي. انا بتجيلك كده في الايه؟ في الامتحان. يقول لك اعمل ليبلنج للدايره دي. اعمل لها ازاي بقى ليبلنج للدايره دي؟ اول حاجه هبدا من الشمال لليمين، من فوق لتحت. نيجي للفرع الاولاني، الفرع الاولاني فيه ايه؟ في عنصر واحد اللي هو الايه؟ البتري. خلاص؟ صار اقول ايه؟ في 1. خلصت ده؟ خش على هنا. هنا الفرع الثاني في كم عنصر؟ 1 2 3 بس مختلفين. هبدا من فوق، ده عنصر اسمه ايه؟ ريزيستور. يبقى ار 1. ده اسمه ايه؟ ار 2. طب ده اسمه السي اللي هو كباستور، يبقى سي 1. نخش هنا الفرع ده مفيش غيره اي سي، يبقى اكتب اي سي 1. نخش هنا على الفرع ده من فوق لتحت، عندي عنصرين اثنين
العنصر ده اسمه ايه؟ ار 3. وده اسمه ايه؟ ليد. صعب، مش اسهل من كده. طب انا قابلني عنصر هنا وحطيت مثلا هنا ضايل مثلا يعني، يبقى دي ايه؟ دي 1. الضايل برمز بالرمز ايه؟ دي. خلاص يعني في عنصر اهوت ما بين الفرعين، عامله على انه ايه؟ فرع الواحد. فاهمني؟ طب في هنا ملفش مثلا، مثلا يعني. خلاص؟ فرع الفرع الواحد. يبقى ايه؟ الواحد. ماشي؟ تمام؟ تمام.